شكرا لكم. اليوم نقترح عليكم تقنية جديدة سميتها الميكرو نيدلينغ للعناية بالبشرة. هذه التقنية كتساعدنا التخلص من مجموعة من مشاكل البشرة. من بين هذه المشاكل علامة تقدم في السن، آثار اللي كيخلفها لنا حب الشباب، المسام المفتوحة، وكتوحد لنا لون البشرة، وكتعطينا الإشراقة والنضارة في نفس الوقت. بالنسبة للناس اللي باغين غير الإشراقة والنضارة في البشرة فكتكفيهم حصة واحدة، من بالنسبة للمشاكل اللي عندنا في البشرة فكيحتاجوا أكثر من حصة، وعدد الحصات كيختلف من شخص للآخر على حسب المشكلة. الحالة اللي عندنا اليوم كتعاني من مشكلة المسام المفتوحة. أهم حاجة قبل ما نبداو التريتمون ديالنا خصنا نطفو البشرة. هذه التقنية كتحتاج سيروم اللي خصنا نختاروه على حسب نوع البشرة والمشكلة اللي كتعاني منها. هذه مجموعة الإبر كتساعدنا في تحفيز إنتاج الكولاجين، وفي نفس الوقت كتخلي السيروم ديالنا يتغلغل مزيان في البشرة. بعد ما سالينا التقنية ديالنا غنحطو ماسك لمدة ربع ساعة تتشربو البشرة ونحيدو ونكونو سالينا. من بعد الطون دو بوز ديال الماسك ديالنا كنكونوا حصلنا على النتيجه النهائيه ديال التريتمون ديالنا. ومن بين النصائح اللي خاص السيده تتبعهم ابخي التريتمون، انا ما تعرضش للشمس 48 ساعه، ما ديرش الماكياج، ما دير لا كريم، لانه المسام ديالنا كتكون محلوله، وخاصنا نخليو السيروم ديالنا يدير خدمته.